اول 3 ايام توقيف اكثر مرحله كانت صعبه. هول 3 ايام يعني حسيت ظلم اكثر من ظلم، يعني عم بيضربوك، عم بيمدوا ايدهم عليك تعترف بوراق باشياء قدامهم انت مش عاملها ولا كتبها ولا بتعرفها. إسحاق يتحدث عن معاناته خلال الفترة المؤلمة التي استمرت أكثر من 50 يوماً مسجوناً بتهمة أمنية مفبركة قبل أن تثبت براءته ويطلق سراحه ليعود شمل العائلة، وكأنه يؤشر إلى عودة مسلسل قمع الحريات وما تخلفه من أضرار معنوية ومادية عليه وعلى أفراد أسرته. من شهر ما توقفت فيه أنا وقف معيشي، وقفت طبيبتي العسكرية، ديون البنوك يلي أنا مستلف منهم بعدهم هلأ بدقولي. بتشوف آثار اللي صار معك هلأ على طريقة حياتك؟ هلأ أنا كنت بي متقاعد بالجيش، عطيني كان معيشه، قال لي زبط حالك فيه تكنت مش أمورك بالجيش. ولما بينت البراءة عطوني على المخابر أنه راح يمشي معاشك وطبابتك ومتعت الهم وكل شيء تمام. الحمل الثقيل كان على عاتق الزوجة التي تحملت مسؤولية أكبر من طاقتها. بعدك حاسة بالوجع؟ إيه، لأنه بالوجع لأنه ظلم. لو ما في ظلم أنا قلت له هو مزبوط 100% عامل هيك بيخد أولادي وبفل، يمكن بسافر يمكن، بس كنت متأكدة 200% إنه هو ما بيعمل هاي القصة. في حدا فبرك لنا إياها، بس مناشد هالدولة يعني والمسؤولين إنه حرام عليكم بقى تطلعوا بهالشعب. الابن حرم من الدراسة طوال محكومية الوالد، والحسرة من الظلم تكدر الطفولة. كيف تقضي الوقت؟ بالبيت وهيك، كل وقتي بالبيت، ما انزل على الشارع، ما روح محل، ما روح عند رفقاتي، ضل بالبيت. يتمنى إسحاق أن تكون هذه المحنة خاتمة لأحزانه من دون أن يخفي خشيته من تكرارها مع غيره. ويليام عزام، اليوم، الحرة، بيروت.